فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لم يجد الماء والتراب فهل يجوز التيمم على الأرض الصلبة؟ ما دام عنده أرض طاهرة يتيمم عليها، ولو كانت حجرا، ولو كان ما دام عنده شيء من الأرض وهو طاهر يتيمم عليه. لكن لو أنه ما عنده أرض ولا عنده ماء، مثل المصلوب، مثل المسجون سجن ما عنده شيء، هذا يصلي بلا تيمم وبلا وضوء، يصلي على حسب حاله، الصلاة ما يتركها أبدا، يصلي ولو بلا وضوء وبلا تيمم. اتقوا الله ما استطعتم.